باسم الآب ابن روح القدس إله الواحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من مزمور 73 عدد 23-26. الكتاب المقدس يعلمنا: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. قد فني لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي، الله إلى الدهر. مبارك اسمك يا رب. آمين. التأمل صغير يجي مع آية اليوم: في وقت الارتباك نستطيع أن نشعر بالراحة أنه انهبنا. قد لا نفهم كل شيء ونحن هنا على الأرض. هذا الشيء نقدر نقرأه في مزمور 73. فإن الله سوف يكون مخلص كل شيء لدينا ونعرفه هنا على الأرض، معرض للاضمحلال، لكن علاقتنا مع الرب هي قوتنا إلى الأمد. هو لن يهجرنا ولا يخذلنا أو ينسانا. الصلاة تجي مع يوم: إلهي القدير، أشكرك على بقائك معي دائما، وخصوصا في الأوقات التي تكون فيها الحياة مربكة ومخاوفي تؤرقني. من فضلك أعطني الإيمان إلى أن لا أسألك الأسئلة الصادقة فقط، بل أن أثق بك أيضا حتى عندما لا تبدو الأمور جيدة الذين يؤمنون بك. من فضلك اسند إيماني بالثبات بينما أنتظر تبرير شعبك. باسم يسوع ربي ومخلصي أصلي، آمين. أخوتي الأحبة، ربي يبارككم، ربي يقويكم. نشوفكم فيديو ثاني. تصبحون على خير. Good night.